السيسي يوجه بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية قرب السلوم. رئيس الوزراء يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب بإفريقيا للعام الثاني على التوالي. الوحدة بعد منتصف الليل 11 بتوقيت المغرب موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ورئيسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع، وجه السيسي بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن، كما وجه الرئيس بتعزيز موارد الجهاز. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع شهد استعراض التسهيلات والمزايا المالية وغير المالية التي يوفرها الجهاز للشباب. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وجه السيسي أيضا بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائية مع دول الجوار والتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة وآخر مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وتابع جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر. نجحت إحدى الوحدات البحرية في إحباط محاولة هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل المصرية قرب سلوم، وذلك بعد اكتشاف عائمة سريعة قادمة من الجانب الليبي تحمل عددا من الأفراد. وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بالتعامل مع المركب، وتم دفع وحدة بحرية سريعة لمطاردة العائمة والقبض عليها، حيث وجد على متنها 29 فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، حيث تم اقتيادهم لمرسى السلوم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. يأتي هذا في إطار مواصلة القوات البحرية تنفيذ مهامها في تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مسؤول الرياضة بسرعة الانتهاء من كافة استعدادات تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 واستغلالها على الوجه الأمثل لصالح التعاون مع دول القارة. وأعرب مدبولي عن بلغ سعادته بفوز مصر بملف استضافة كأس الأمم الإفريقية في يونيو القادم، موجها التهنئة والشكر بتلك المناسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل لتقدم مصر بطلب استضافة البطولة، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها مسؤول الرياضة والذين أسهموا في إنجاح هذا الملف. هذا وهنأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي النجم المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزية بمناسبة تتويجه بلقب اللاعب الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2018، وأكد أن اللاعب المصري أصبح مصدر إلهام لكثير من الشباب الحالمين بمستقبل أفضل، ليس فقط في النشاط الرياضية وإنما في كافة المجالات المهنية. وأثنى رئيس الوزراء على مبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإقامة متحف يحمل اسم اللاعب بمركز شباب الجزيرة، كما شهد بالمجهود الرائع للاعب خلال الموسم الحالي مع فريق ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا. أغرقت مياه الأمطار الغزيرة شوارع العاصمة اللبنانية بيروت واقتلعت أشجارا من جذورها، فيما أغلقت عدد من الطرق في المدينة لبعض الوقت مما أعاق حركة السير وعلق المواطنون داخل سياراتهم. ودخل لبنان في المرحلة الثانية من العاصفة نورما وتجاوزت الرياح 90 كيلومترا في الساعة، وخلفت العاصفة أضرارا مخيفة في البنى التحتية.
نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.